هذا البرنامج برعاية دينيس أحسن ما فهمت وردة سرها المحبة. عسلامة، مرحبا بكم فيكم جينات اليوم. اليوم باش نحضروا من بعضنا غسيت جديده، باش نمشيو شويه في السالي. عندكم برشا تقولوا لي وينك في السالي. توا باش نحضروا من بعضنا غسيت اليوم صفاقس الونور، باش نحضر معاكم غسيت بنينه برشا. الدنيا برد، باش نعملوا بعضنا حليلم. اما جو بريسيز، الحليلم راهي صفاقسيه ماهيش تونسيه، خاطر بوليميك كبيره على حليلم. مره الاخرى طيبت حليلم نوره، وينو الحليلم وينو الحليلم؟ Apparemment, كل région عندهم الحليلم تاعهم كي كومبليتمون ديفيرونت لا روسيت من جهه لجهه. اي دونك باش نبدا انا نحضر معاكم، باش نستحقوا قديد. انا لهنا عندي قديد، قديد هذايا صفاقسي. باش ناخذ الطنجره نتاعي و تنقول لكم لي زانغريديون او فور ا ميزور. الروسيت راهي سهله على الاخر. بلي نجيب الطنجره نتاعي لهنا باش نوريكم شنو باش نحط. باش ناخذ القديد، قديد هذايا نتاع الوالده عملته امي، ديالي 100% ديالي. وباش نزيدو شويه زيت نتاع نجمه، ما نكثروش في الزيت خاطر عملنا الزيت نتاع القديد. باش ناخذوا البصل، ناخذوا ابوبري ليكيفالون تاع راس بصل متوسط. انا لهنا باش ناخذ شطر نتاع الكونتيتي فوالا. وباش نبداو نقليو في البصل نتاعنا، راح نحط الحليلم نتاعي يتقلى شويه ونقول لكم الفرق ما بين لي روسيت نتاع الحليلم. اون فيت الحليلم بالصفاقسيه ما تصيرش بالخضره، ما تصيرش بالخضره، نعملوها بالقديد. سي اون سورت دو سوب، وتبدا خاطره شويه خاطر من بعد ما تطيب نزيدوها شويه فرينه محلوله في الماء وما فيهاش خضره بالكل. احنا ابيتيلمون نستعملوا عجينه نحضروها في الدار اون لا فاسون هكا دوب ملي نعجنوها نحطوها ترتاح شويه وبعد نعملوا كعبرات كعبرات صغار. واليوم جي شوازي لا فاسيليتي باش نستعمل لو برودوي جديد دو شي ورده، عملوا حليلم جديد باش نجربوها مع بعضنا لا روسيت. والحليلم هذايا تو بعد نوريه لكم كيف نحلها، ماهيش مكعبره كيما نتاع صفاقس، ماشيه بالطول دو الحليلم تاع لي ريجيون الاخرين. سورتو احنا نعملوها بالقديد، تصير زاده بالحوت. فما شكون يعمل الحليلم بالحوت، فما شكون يعمل الحليلم بالمرقيز، كل حد يفوح باللي يحب. باش نزيد الثوم، باش نحطو يتقلى شوية. نردو بالنا من الملح، ما نملحوش برشا براتيكمون. انا مانيش باش نحط ملح خاطر القديد ملح على الاخر.
باش نزيد شوية فلفل كحل. الفلفل كحل راهو يلفو ميو ديما ترحيوها فخي خير ملي ترحيوها كونتيتي كبيرة بعد تقعدو تستعملو فيه. فوالا توا البصل نتاعي بدا يتقلى باش نستعملو الطماطم. اليوم باش نستعمل طوماط كونسونتخي دو شي سيكام. انا هذيا طماطم كونسونتخي نتاعي البريفيري، عندي سنين نستعملها كان هي سون كونسيرفاتور سون اديتيف ولونها يشهي اون ديغي معمولة في الدار. باش ناخو ابوبخي زوز مغارف كبار نتاع طماطم كونسونتخي وتو باش نبدا نحط لها في الماء سخون بشويه بشويه، مانيش باش نمرق راهو جوست شويه ماء باش نحل بها الطماطم نتاعي كها. سينو نقول لكم على البزارات اللي باش نستعملوهم في الحليلم. الحليلم الصفاقسيه راهي تيب بالكمون، ما نحطوش تيب الكرويه، نحطو كمون كيما المرقه، نعملو تقليه كيما تقليه المرقه. نجمو حتى تزيدو قرن فلفل توا في التقليه، سي سكو جو فير. باش نزيد قرن فلفل اخضر نملحو وباش نحطو في التقليه نتاعي يتقلى مع الطماطم. دي كونتيتي صغار بالكل نتاع الماء، راهو نزيدو شويه جوست باش نحلو بيهم الطماطم وباش التقليه نتاعنا ما تحرقش. توا كي تحلت الطماط باش نزيد لي زيبيس الاخرين، باش نحط الكمون الفلفل الاحمر باش نحط شويه كركم. انا كركم نحطه في الماكلات الكل براتيكمون، اللي يحب يحط واللي يحب ما يحطش، اما الكركم راهو فيه دي بيان في بهين على الاخر بور لا سونتي، هيك علاش ديما نحطو. ونحطو فلفل احمر حار على خاطر الحليلم يجيو كان حارين. تو باش نزيد الكمون الفلفل الاحمر والكركم، وحطيت الكونتيتي الكل نتاع الفلفل الاحمر باش يجي محرحر. شويه كركم ليكيفالون تاع مغرفه صغيره نتاع كمون. ديما ما ننسيوش باش نزيدو شويه ماء، نتبعوها بشويه بشويه تقليه. الكمون انا لتو ما حطيتو خاطر ما نحبش نقليه برشا في التقليه. باش نجي توا نزيدو خاطر قريب نمرقها. فوالا زدت ابوبخي مغرفه متاع قهوه. الريحه بنينه على الاخر، ريحه الكمون سافي توت لا ديفيرونس. اي دونك باش نجي نهز القرن تاع الفلفل نحيه، جو في لو ريزيرفي دو كوتي، اذا من بعد نرجعوه كيف تطيب الحليلم نتاعنا. احنا في صفاقس نهزو حتى شويه صوص ذي التقليه، ومن بعد نشريو خبز خبز طليان صفاق، بون مش صفاقسي هو خبز طليان اسمه، وناكلو به التقليه. توا باش نمرق مرق بالماء السخون. نمرقو بالقدا فوالا. توا
بعد ما مرقت الحليلم تاعي نغطيها ونحطها طيب بالقدا. الحليلم كي تبدا بالقديد راهو تاخذ من عندنا ان طون دو كويسون، خاطر القديد يبدا شايح ويابس، تحبلو على الاقل نص ساعه باش يطيب. انا تو باش نحط الحليلم تاعي طيب ونمشيو فاصل، ونرجع بعد الفاصل باش نكملو الدوزيام بارتي دو لا روسيت ونحضروا مع بعضنا اون بوتيت روسيت سكري ان شاء الله.